حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام هانئ فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم ارى صلاة قط اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود